بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الإخوة الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد الذي سنقوم فيه بتصحيح مباراة التعليم الخاصة بمادة العلوم للسلك الابتدائي لسنة 2017. إذا نمر إلى السؤال السابع. ضع علامة في الخانة المناسبة. الجهاز العصبي، هنا أسئلة خاصة بالجهاز العصبي، المخ والمخيخ والنخاع الشوكي والسيولة العصبية إلى آخره. هنا قبل ما نجاوب على الأسئلة كذلك كما عهدنا دائما، يعني غادي نشوفوا تلخيص للفقرة الخاصة بالجهاز العصبي. هنا الجهاز العصبي من ماذا يتكون؟ يتكون من جهاز عصبي مركزي، الجهاز العصبي المركزي، وجهاز عصبي محيطي. الجهاز العصبي المركزي يتكون من الدماغ والنخاع الشوكي، والدماغ بدوره يتكون من المخ والمخيخ والبصلة السيسائية. الدماغ يتكون من المخ والمخيخ والبصلة السيسائية. المخ الدور ديالو توازن وتنسيق الحركات، كينسق بين الحركات ديال الجسم. والبصلة السيسائية الدور ديالها هي اللي كتحكم في الحركات اللا إرادية، مثلا بحال النبضات ديال القلب، كيبقى القلب ديك دائما كينبض، هذه حركة لا إرادية اللي كيتحكم في هذه الحركة تبقى دائما مستمرة طوال الحياة، هو البصلة السيسائية. كذلك الحركة ديال التنفس اللي كيتحكم فيها واخا كتكون ناعس، يعني اللي كيتحكم في الحركة ديال التنفس هو البصلة السيسائية إلى آخره. والنخاع الشوكي غنشوفوا الدور ديالو من بعد. والجهاز العصبي المحيطي يتكون من الأعصاب. هنا عندما نتحدث عن الأعصاب فهناك ثلاثة أنواع من الأعصاب. أعصاب حسية، أعصاب حسية هي المسؤولة عن يعني الإحساس، هي المسؤولة اللي كتدي السيولة العصبية مثلا من الجلد إلى الدماغ لكي تشعر بإحساس معين. وكذلك الأعصاب الحركية، الأعصاب الحركية كتجيب السيولة من الدماغ إلى العضلات لكي تقوم بحركة معينة. والأعصاب المختلطة، الأعصاب المختلطة يعني فيها حسية وحركية في نفس الوقت. بالنسبة كذلك للفقرة الأخرى، وظائف الجهاز العصبي، يعني الوظائف يعني العمل اللي كيقوم به الجهاز العصبي، هناك ثلاثة وظائف. الوظيفة الأولى هي الحساسية الشعورية، يعني الإحساس بالأشياء. هنا اللي مسؤول عليها من طبيعة الحال هو الدماغ. الحساسية الشعورية هي نشاط عصبي يمكن الإنسان من إدراك كل ما يحيط به بفضل الحواس الخمسة. واللي مسؤول على هذه الحساسية الشعورية هو الدماغ. هنا الدماغ راه كيتكون ينقسم إلى عدة مناطق. مثلا هنا هذه المنطقه اللي كاينه في الخلف ديال الراس كتسمى باحه الابصار، هي اللي كتحلل السياله اللي جايه من العين، واضح. هنا باحه السمع، هنا باحه الشم، باحه الذوق، باحه الحساسيه العامه الى اخره. يعني الدماغ ديال الانسان مقسم الى عده مناطق، وكل منطقه تسمى باحه مسؤوله عن حساسيه او عن حاسه معينه. بالنسبة للوظيفة الثانية للجهاز العصبي، التحرك الإرادي، يعني كل الحركات التي يمكن أن أقوم بها عن محض إرادتي، هذه هي التحرك الإرادية. ومن طبيعة الحال اللي مسؤول عليها وكذلك هو الدماغ. كاينه واحد الفقرة في الدماغ هذه اللي بالأصفر كتسمى الباحة الحركية. هذه الباحة الحركية منها كيجيو الأوامر، مثلا باش تمشى، باش تاكل، باش يعني دير مجموعة من الأنشطة الحركية الإرادية. والنشاط الثالث هو التحركية اللا إرادية، هي مجموعة من الحركات اللا إرادية. يعني مثلا بحال شي واحد وغزاتو شي شوكة مثلا مباشرة، أو حرقتك شي حاجة كتجر يديك بسرعة، هادو حركات لا إرادية. واللي مسؤول عليها هو النخاع الشوكي، هذا هو الدور ديال النخاع الشوكي. الدور ديال النخاع الشوكي مسؤول عن التحركية اللا إرادية، والدور ديال الدماغ مسؤول عن التحركية الإرادية والحساسية الشعورية. نعود إلى الأسئلة. المخ هو المركز العصبي المتحكم في الحساسية الشعورية. هذا جواب صحيح، لأن المخ هو اللي يتحكم في الحساسية الشعورية، يعني هو اللي يتحكم في الأحاسيس. ب المخيخ يتدخل في توازن وتنسيق الحركات. جواب صحيح. النخاع الشوكي عضو من أعضاء الدماغ. هذا جواب خاطئ، لأن النخاع الشوكي كاين في السلسل ديال الظهر، الدماغ كاين في الرأس يعني بوحده. السيالة العصبية، السيالة العصبية هي تلك الرسالة العصبية، تقتصر فقط، قال لك تقتصر على الأعصاب الحسية. لا، السيالة العصبية ممكن تكون في أعصاب حسية، ممكن تكون في أعصاب حركية. يعني هذا جواب خاطئ. التغذية والهضم، هنا الفيتامينات تتم عملية امتصاص القيت على مستوى المعي الدقيق. يعني هنشوفوا الفقرة الخاصة بالتغذية والهضم. هنا تصنيف الأغذية، أول حاجة تصنيف الأغذية، يمكن أن نقوم بتقسيم الأغذية إلى ثلاثة أصناف: أغذية بانية، وأغذية طاقية، وأغذية واقية. الأغذية البانية هي التي تكون غنية بالبروتينات والأملاح المعدنية، والطاقية تكون غنية بالدهنيات والسكريات، والأغذية الواقية هي الأغذية الغنية بالأملاح المعدنية والفيتامينات. بالنسبة للأغذية البانية، الدور ديالها تساهم في بناء ونمو الجسم.
الأغذية الطاقية تزود الأعضاء بالطاقة اللازمة لقيام أنشطتها اليومية، والأغذية الواقية تقوم بوقاية الجسم من الأمراض. مثلا إلا خاصك شي فيتامين راه غيكون عندك شي مرض معين. بالنسبة للدرس ديال الهضم والامتصاص غنشوفو تلخيص شامل للهضم والامتصاص. شنو هو الهضم؟ الهضم هو عملية تحويل الأغذية المعقدة وغير القابلة للامتصاص إلى مواد بسيطة، يعني من أغذية معقدة إلى أغذية بسيطة يسهل امتصاصها من طرف الجسم. بالنسبة لمراحل الهضم، هناك 3 مراحل: المرحلة الأولى على مستوى الفم، المرحلة الثانية على مستوى المعدة، والمرحلة الثالثة على مستوى الأمعاء الدقيقة. هذه المراحل الثلاثة فيهم جوج أنواع ديال الهضم، كاين الهضم الميكانيكي والهضم الكيميائي. مثلا بالنسبة للفم، عندما نتحدث عن الهضم الميكانيكي هو الذي يتم عن طريق الأسنان، الأسنان يعني كيهرسوا كيطحنوا كل الغذاء اللي اعطيناه، هذا هضم ميكانيكي. والهضم الكيميائي هو الذي يتم بفعل العصارة اللعابية، يعني اللعاب اللي كيكون في الفم، هذا اللعاب كيكون فيه مجموعة من الأنزيمات يقوم بهضم النشا، يعني كيحولوا النشا إلى ملطوز. هنا النشا عبارة عن سكريات، يعني السكريات تهضم على مستوى الفم. نفس الشيء بالنسبة للمعدة، المعدة فيها هضم ميكانيكي وهضم كيميائي. الهضم الميكانيكي يتم بفعل تقلصات المعدة لأن المعدة عبارة عن عضلة، والهضم الكيميائي كاين بفعل العصارة المعدية، العصارة اللي كاينة في المعدة، ويعني الغذاء الأساسي اللي كيبدأ الهضم ديالو على مستوى المعدة هو البروتينات، هو البروتينات. بالنسبة للأمعاء الدقيقة كذلك كاين هضم ميكانيكي وهضم كيميائي بفعل العصارة المعوية، العصارة اللي كاينة على مستوى المعي الدقيق. بالنسبة لعملية الامتصاص، يعني بكل بساطة هذا الغذاء عندما يتحول من غذاء مركب إلى غذاء بسيط يتم امتصاصه من طرف الشعيرة الدموية، لأن المعي الدقيق يكون غنيا بالشعيرة الدموية. الشعيرة الدموية يقوم بامتصاص البروتينات، السكريات، الدهنيات إلى آخره، يعني كل العناصر المفيدة للجسم. نعود للأسئلة. قال لك الفيتامينات أغذية بانية، وهذا جواب خاطئ، لأن الفيتامينات أغذية واقية، يعني أي فيتامين خاص غيكون عندك مرض معين. تتم عملية امتصاص القيت على مستوى المعي الغليظ، لا على مستوى المعي الدقيق، على مستوى المعي الدقيق يتم امتصاص مواد القيت. يتم الهضم الفموي بفعل أنظمة خاصة بهضم السكريات، صحيح. د ينتج مرض فقر الدم عن نقص في تركيز الخضاب الدموي. هنا شنو هو الخضاب الدموي؟ بكل بساطة الخضاب الدموي هو بروتين فين تيكون في الكريات الحمراء، والكريات الحمراء كاينين في الدم. يعني بكل بساطة هذا جواب صحيح، لأن يعني ملي كنقولوا فقر الدم راه ماشي هو الكمية ديال الدم نقصت، لا، وإنما النقص في الخضاب الدموي الهيموغلوبين، وفي هذا البروتين ديال الخضاب الدموي كيكون لاصق فيه حتى هو الحديد. يعني كاين اللي كيقول نقص ديال الحديد، نقص ديال الحديد راه نوع من أنواع ديال مرض فقر الدم. السؤال الثالث، الجهاز الدوراني. ألف، صميمات القلب توجه الدم خلال دورانه وتمنعه من الرجوع، ينتقل الشريان الأبهر، ينقل الشريان الأبهر الدم الغني بثنائي أكسيد الكربون. جيم، ينقل الشريان الرئوي. يعني هذه المسائل كلها خصنا نعرفوها عاوتاني نشوفوها هنا. هذا هو الجهاز الدوراني. بكل بساطة الجهاز الدوراني يتكون من القلب والعروق الدموية، والعروق الدموية فيها نوعين أو 3 أنواع: الشرايين. أولا الشرايين، الدور ديال الشرايين هو نقل الدم من القلب إلى الأعضاء. اي عرق دموي يقوم بنقل الدم من القلب وكيديه لاي عضو كيتسمى شريان، وغالبا كنرسموه باللون الاحمر، هما اللي كيمنوا باللون الاحمر. كذلك الاورده، نقل الدم من الاعضاء الى القلب، هما العروق الدمويه اللي كيجيبوا الدم من الاعضاء الى القلب، هادو كيتسموا الاورده، وغالبا يتم تمثيلها باللون الازرق. وكذلك هناك الشعيره الدمويه، يعني دقيقه جدا، تكون دقيقه جدا. بالنسبه للقلب، القلب من طبيعه الحال راه كما كنعرفوا كيتكون من 4 ديال الجيوب، يعني أذينين وبطينين. هنا كنلاحظوا ان الدم مثلا هنا اللي باللون الازرق، مثلا ملي كيدخل الدم هنا كاين واحد، هادو كيتسموا لي فالف، هما الصميمات، هادو كيدخل الدم من هنا. واش كيرجع الدم في الاتجاه المعين الكيس؟ لا، يعني هادو هما الصميمات او لا لي فالف او لي فالفيول، كيدخل الدم من هنا الى هاد الجيب ثم كيمر في هذا الاتجاه. يعني هاد الصميمات كلهم بربعه، كاين 1 2 3 4، كيمنعوا الدم انهم يرجعوا في الاتجاه المعاكس. بالنسبه للدوره الدمويه، هنا الدوره الدمويه هي فاش غنعرفوا داك الشريان الابهار والوري الاجوف الى اخره. عندنا هنا هذه الرئتين، في الرئتين كاين مجموعه من الشعيرات الدمويه. فهاد الشعيرات الدمويه بطبيعه الحال اش كيدير الشعيره الدمويه؟ هنا كيقوموا باخذ الاكسجين من الرئتين. بطبيعه الحال ملي كدير انت عمليه ديال الشهيق
تقوم بإدخال الهواء، الشعيرة الدموية تقوم بامتصاص ثنائي الأكسجين من هذه الرئتين وتقوم بضخه في الدم، يعني كتديه الدم. هذا عرق دموي كيدي الدم إلى القلب بطبيعة الحال من الجهة اليسرى، كيتسمى الوريد لأنه كيدي الدم، يتسمى الوريد، وريد الرئوي بالضبط. من بعد القلب يقوم بضخ الدم في الشريان الأبهر إلى جميع أعضاء الجسم، مثلا بحال الأمعاء الدقيقة، مثلا بحال الكلية، بحال العضلات. بعد ذلك فهاد الأعضاء كلهم كتكون تبادلات غازية، يعني هاد الأعضاء كياخدوا ثنائي الأكسجين وكيطرحوا في الدم عاوتاني ثنائي أكسيد الكربون، ويصبح هنا الدم كله هو غنيا بثنائي أكسيد الكربون، وكيتجمع في العرق الكبير في الجسم اللي هو الوريد الأجوف. الوريد الأجوف كيدي الدم من هاد الأعضاء كلهم إلى القلب في الجهة اليمنى. القلب من طبيعة الحال بدوره يقوم بضخ الدم في الشريان الرئوي، يعني اللي كيخرج الدم من القلب إلى الرئة. الرئة كذلك عضو، يعني كتسمى هذا شريان، ولأنه كيدي للرئوي كتسمى الشريان الرئوي، وهذه اللي كتسمى الدورة الدموية. الدورة الدموية فيها دورة رئوية ودورة عامة. نعود إلى الأسئلة. يعني سميمات القلب دوك لي فالف توجه الدم خلال دورانه وتمنعه من الرجوع، هذا جواب صحيح. ينقل الشريان الأبهر، هذا الاسم ديالو شريان، يعني من القلب إلى العضو، إلى الأعضاء. ينقل الشريان الأبهر الدم الغني بثنائي أكسيد الكربون، خطأ، يكون كانت هنا أكسيد ثنائي الأكسجين يكون صحيح. ينقل الشريان الرئوي، يعني هذا شريان من القلب إلى الرئة. من القلب إلى الرئة اش كيكون، اش كيمشي؟ كيمشي ثنائي أكسيد الكربون، يعني هذا جواب صحيح. التنفس إحدى الوظائف التي يؤمنها الجهاز الدوراني، يعني الجهاز الدوراني القلب مع العروق الدموية مع الدم. واش كيأمنوا فعلا عملية التنفس؟ نعم، لأن ملي كنديروا عملية الشهيق مع عملية الزفير، هنا اللي كيدي لنا الأكسجين إلى الخلايا أو إلى الأعضاء هو الدم، هو الجهاز الدوراني. داكوغ. التوالد عند الإنسان، يعني هنا نشوفوا الفقرة الخاصة بالتوالد عند الإنسان وش المهم فيها. نهضروا أولا عن الهرمونات الجنسية. الهرمونات الجنسيه الذكريه كاين التستوستيرون، غتكونوا سامعين به غالبا. التستوستيرون هو هرمون اللي كيفرزو الخصيتين عند الذكر، وعند الانثى كاين جوج ديال الهرمونات الاستروجين والجيسفيرون، اللي كيفرزوهم هو المبيضين. جوج ديال المبيضين هما اللي كيفرزوا الاستروجين مع الجيسفيرون. اشنا هما الدور ديال هاد الهرمونات الجنسيه؟ هما اللي مسؤولين على ظهور الصفات الجنسيه الثانويه سواء الذكريه او الانثويه، بحال مثلا تغير ديال الصوت، بحال مثلا ظهور الشعر في اللحية، ظهور شعر الإبط، يعني العادة الشهرية إلى آخره. كل هذه الصفات الجنسية الثانوية اللي مسؤول عليها هما الهرمونات الجنسية، التستوستيرون بالنسبة للذكر والأستروجين والجيسفيرون بالنسبة للأنثى. بالنسبة للإخصاب، أين يحدث الإخصاب؟ بعد دخول الحيوانات المنوية داخل الجهاز التناسلي الأنثوي تقوم بالهجرة في اتجاه، كتكون غادية جهة المبيض، جهة المبيضين بجوج، يعني كتدخل جهة المبيضين. من طبيعة الحال هنا هذا المبيض كنلاحظوا حتى هو انه هنا قام بتحرير البويضة، ويحدث هنا الإخصاب فين؟ في قناة فالوب او لا ما يسمى بالخرطوم. يعني ضروري الإخصاب غادي يحدث في هاد لابارتي، هادي شي بلاصة في هاد لابارتي ديال الخرطوم او لا قناة فالوب. من بعد يعني راه نفس الوثيقة اللي دازت، يعني هذا مبيض كيطلق كيحررنا البويضه، كتحدد هنا اخصاب هنا. من بعد كيتنتقل الجنين للمرحله الثانيه، المرحله الثالثه، والعدد ديال الخلايا كتزاد، كتضاعف العدد ديال الخلايا، كتضاعف العدد ديال الخلايا، وغادي ديك الجنين غادي في اتجاه الرحم. عندما يصل الى الرحم نلاحظ ان الجنين انغرز في مخاطيه الرحم، يعني هنا فين غادي يلصق الجنين وغادي يبقى يكبر حتى الولاده، كتسمى هذه المرحله بالتعشيش، يعني التعشيش كيكون في الرحم. نعود الى الاسئله. تنتج الخصية هرمون الأستروجين، خطأ، الخصية تنتج هرمون التستوستيرون. يتم الإخصاب عند المرأة في الرحم، خطأ، الإخصاب يتم في قناة فالوب أو لا في الخرطوم. يوجد البرنامج الوراثي المسؤول عن الصفات الوراثية. هنا شنو هو البرنامج الوراثي؟ البرنامج الوراثي بكل بساطة هو الADN، يعني كنسمعوا الADN أو لا، يعني هو المسؤول على الصفات الوراثية. كيفاش غادي يكون يعني اللون ديال البشرة ديالك، كيفاش غيكون اللون ديال العينين، اللون ديال الشعر، الطول إلى آخره. هذا الشيء كامل اللي مسؤول عليه فين كاين؟ عارف الخلايا، هذه خلية مثلا، هذه خلية، هنا في الخلية كتكون من ثلاث عناصر أساسية، الغشاء السيتوبلازمي، والداخل كاين السيتوبلازم، وهاد النقطه اللي كتبان هنا بالازرق هي النواه. الADN او لا داك البرنامج الوراثي كيوجد داخل النواه وليس في غشاء النواه،
لان تلك النواه عندها غشاء، والداخل ديال النواه كيكون البرنامج المسؤول عن هذه الصفات. يعني هذا جواب خاطئ. يتم التعشيش عند المراه في الرحم، صحيح، التعشيش كيكون على مستوى الرحم. هنا غنشوفوا كذلك الفقره الخاصه بالتكاثر عند النباتات، يعني الاسديه، المكونات، هذه المكونات ديال النباتات، الابر، يعني هذه المراحل كلهم غادي نشوفهم هنا. عندنا اولا هذه المكونات ديال الزهره. الزهره تتكون من شمراخ، وكذلك تتكون من السبلات والبتلات، وكذلك الاسديه. الاسديه هما هذو والمدقه. هنا نشوفوا مثلا المدقه كتكون من ثلاث عناصر اساسيه: الميسم، قلم الميسم، والمبيض. هادو كلهم كيتسموا المدقة. بالنسبة للأسدية كتكون من عنصرين: المئبر والخييط. المئبر والخييط هادو كتسمى سدات أو لا الجمع أسدية. مزيان. هنا لأن هاد العضو هذا فيه ما يسمى بالمبيض، ونعلم أن المبيض ينتمي إلى العنصر التناسلي الأنثوي، يعني هاد المدقة هي التي تمثل الجهاز التناسلي أو العضو التناسلي الأنثوي. داخل الأسدية نجد ما يسمى بحبوب اللقاح. هذه حبوب اللقاح هي التي الداخل ديالها عاوتاني فيها الأمشاج الذكرية، يعني هذا هو العضو التناسلي الذكري. بالنسبة للأبر، ديك حبوب اللقاح إذا انتقلت يعني من المئبر إلى الميسم ديال نفس الزهرة، نتحدث عن الأبر المباشر. أما إذا انتقلت حبوب اللقاح من المئبر إلى الميسم ديال زهرة أخرى من نفس النوع، نتحدث عن الأبر غير المباشر. يعني الأبر هنا هو انتقال حبوب اللقاح من المئبر إلى الميسم. بالنسبة للفقرة الخاصة بالتكاثر عند النباتات، يعني التكاثر عند النباتات هنا نتحدث عن توالد بدون تدخل يعني الأمشاج الذكرية والأمشاج الأنثوية. هناك عدة طرق، مثلا بالنسبة للتطعيم كنسميوه احنا التلقيم، هناك كذلك الترقيد هي هذه، والافتسال يعني ملي كناخذوا مثلا واحد الغصن ولا فسيلة وكنعاودوا نغرسوها مثلا بحال العنب كينبت. هناك كذلك طرق أخرى بحال البصلات والدرنات إلى آخره. نعود إلى السؤال الخامس. قال لك التكاثر عند النباتات، الأسدية عضو التوالد الأنثوي عند النبتة. خطأ. العضو ديال التوالد الأنثوي هو المدقة. قال لك هنا المدقة عضو التوالد الذكري عند النبتة. خطأ. العضو ديال التوالد الذكري هو الأسدية. الأبر مرحلة انتقال حبوب اللقاح من المئبر إلى الميسم. هذا جواب صحيح. التطعيم إحدى الطرق للتكاثر النباتي، صحيح كذلك. السؤال السادس، التربة، مكونات التربة، مواد عضوية فقط. يعني غنشوفوا الفقرة الخاصة بمكونات التربة. أشنو هي التربة؟ التربة هي الطبقة الموجودة على سطح الأرض والتي تتكون من المواد العضوية والغير عضوية، ويوجد الكثير من أنواع التربة التي تختلف عن بعضها بناء على التربة وتركيبها. المهم، المكونات ديال التربة تتكون من مواد معدنية، مواد عضوية، وكذلك كائنات حية، ومجموعة من الخصائص بحال يعني التربة تتميز بمجموعة من الخصائص الكيميائية والفيزيائية بحال مثلا الملوحة والحموضة. مكونات التربة مواد عضوية فقط. خطأ. مواد عضوية وكذلك مواد معدنية. الملوحة والحموضة من الخصائص الكيميائية للتربة، صحيح. القوامة، القوام هو الكيفية التي تترتب فيها المواد الحبيبية للتربة. هنا غادي نشوفوا يعني هذه الفقرة هذه اللي فيها مثلا هنا الطين. الطين هو يعني التربة التي تتكون من حبيبات ديالها كتكون أقل من 2 ميكرومتر. مثلا الطمي الدقيق الحبيبات ديالو كيكونوا بين 2 ميكرومتر مع 20 ميكرومتر. مثلا بالنسبة للحصى الحبيبات ديالك يكون بين 2 ملم حتى 20 ملم. وهذا هو اللي كتسمى القوام ديال التربه. بكل بساطه الجواب صحيح. نكتشف وجود الكلس في التربه بواسطه الترشيح. نكتشف يعني الكلس هو الكالكير. كيفاش كنكتشفوا واش كان في التربه ولا لا؟ ماشي بطريقه الترشيح. الترشيح هو ملي كناخذ داك ورق الترشيح وكنفلتريوه، وانما نكشف عن الكلس عن طريق ديال لاسيد كلوريدريك، يعني حمض الكلوريدريك اللي هو HCl. ملي كنكبوا شويه ديال الحمض الكلوريدريك على اي صخره او على التربه ونلاحظ ان هناك تفاعل، هنا يدل على ان هذه التربه او هذه الصخره فيها الكلس. السؤال السابع، الحيوانات تساعد الزعانف الفرديه السمكه على الحفاظ على توازن الجسم. كل الحيوانات الفقاريه ثدييه. الخفاش، يعني غادي نشوفوا الفقره الخاصه بهذه الزعانف كذلك مع التصنيف ديال الحيوانات الفقارية. بكل بساطة هنا هذه مثلا سمكة، هناك زعانف زوجية يعني فيها جوج الأزواج، مثلا هذه كاينة هذه وكاينة أخرى للجهة الأخرى، هذه فيها جوج ديال الأزواج. مثلا بالنسبة لهذه فيها نوع واحد، هذه الثالثة مع الرابعة. الدور ديال هذو هو التوازن ديال، كيحافظ على التوازن ديال السمكة. بالنسبة للتصنيف ديال
الحيوانات الفقارية، يعني التي تتوفر فقط على العمود الفقري. لي فيرتيبغي، الحيوانات الفقارية فيها 5 أنواع. الحيوانات أولا كنشوفوا واش كاين في الجلد ديالها. الحيوانات اللي عندها الزغف في الجلد تسمى الثدييات، تسمى الثدييات. يعني أي حيوان عنده الزغف في الجلد كيكون كيتسمى من الثدييات. وكذلك كتلقاو أن هذه الحيوانات كتكون ولودة وليست بيوضة. بالنسبة للحيوانات اللي عندها الريش، باينة بأنها تسمى الطيور، هذه كتكون بيوضة. بالنسبة للحيوانات اللي عندها الحراشف في الجلد ديالها، كاين حراشف ملتحمة بحال مثلا التمساح، بحال الثعبان، هادو كيتسموا من الزواحف. بالنسبة للحيوانات اللي الجلد ديالها ما فيها والو، ما كاين لا جلد لا ريش لا حراشف، كتسمى البرمائيات. وبالنسبة للحيوانات اللي عندها الحراشف غير ملتحمة يسهل يعني اختلاعها، تسمى الأسماك. يعني 5 أنواع من الحيوانات الفقرية. نعود للأسئلة. تساعد الزعانف الفردية السمكية على الحفاظ على توازن الجسم. هذا جواب صحيح. كل الحيوانات الفقارية ثدية؟ لا، لأن كما شفنا الحيوانات الفقارية ممكن تكون فيها ثدية، ممكن تكون فيها الطيور، ممكن تكون فيها الزواحف إلى آخره. الخفاش حيوان بيض؟ هذا خطأ. الخفاش من الثدييات، حيوان ولود. الإخصاب الخارجي، هنا شنو هو الإخصاب الخارجي؟ نعلم أن عملية الإخصاب هو التقاء ديال الحيوان المنوي مع البويضة. وهنا راه كاين جوج انواع ديال الاخصاب، كاين اخصاب خارجي وكاين اخصاب داخلي. يعني الاخصاب الداخلي عندما يلتقي الحيوان المنوي بالبويضه داخل الجهاز التناسلي للانثى، كيتسمى اخصاب داخلي. ولكن عندما يلتقي الحيوان المنوي مع البويضه خارج الجهاز التناسلي الانثوي، مثلا عند الضفادع، مثلا الضفادع او مثلا الاسماك، راه الحيوانات المنويه مع البويضه كيتلاقاو خارج الجهاز التناسلي الانثوي في الماء، في وسط الماء، يعني كيتسمى اخصاب خارجي. قال لك هنا الاخصاب الخارجي خاص بالحيوانات البيوضه. اذا هنا الجواب صحيح. النباتات، السؤال الثامن. النباتات تتنفس النبته ليلا بامتصاص ثنائي الاكسجين وطرح ثنائي اكسيد الكربون. هذا جواب صحيح، لان النباتات ليلا كيكون التنفس ديالها مشابه للتنفس ديال الانسان، يعني تاخذ من الهواء ثنائي الاكسجين وتقوم بطرح ثنائي اكسيد الكربون. والعكس يحدث بين في النهار، في النهار تاخذ ثنائي اكسيد الكربون وتطرح ثنائي الاكسجين. يتم التركيب الضوئي. التركيب الضوئي شنو هو التركيب الضوئي؟ هو ان النبته كتاخد الاملاح المعدنيه، كتاخد الماء، كتاخد يعني الضوء، وكتاخد كذلك CO2 وكتحوله الى ماده عضويه. هذا هو التركيب الضوئي. قال لك يحدث بفعل تفاعلات الضوء وتفاعلات الظلام، بطبيعه الحال بجوجهم صح. يصنف عالم النباتات ثمره الطماطم ضمن الخضر. لا، هذه انما من الفواكه. جميع النباتات كي تنمو تحتاج بالضروره الى التربه. لا، ماشي بالضروره لكي تنمو النبته خاصها التربه، يعني خاصها اللي ضروري بالنسبه للنبته هو الماء، الاملاح المعدنيه، كذلك الضوء، وكذلك CO2 ثنائي اكسيد الكربون. اذا هذا الجزء الثاني خاص بتصحيح امتحان ديال 2017. الا كاين شي اسئله حطوا لنا في التعليقات، وفي الفيديو الموالي ان شاء الله غادي نديروا التصحيح ديال الديداكتيك الخاص بنفس السنه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.